مرحبا بكم معي أنا حميدة في جوسيب. حكاية لو رابور نوردو ولات كيما لي في دلامور، كل يوم حكاية جديدة. حيت لو رابور نوردو يرد بستوري في مواقع التواصل الاجتماعي ديالو على البيان الصحفي اللي نشرته الشركة المنظمة لاس إيفانتس اللي قال فيها: خلافا لما يتم ترويجه، أريد أن أؤكد أنني لم أتسلم ملي من واحدا من منظمي حفلي في الجزائر، وقد حاولنا الاتصال بهم ليلة العرض عديد المرات لكن دون رد منهم، مما اضطرني إلى تأجيل الحفل وأعتذر مرة أخرى من الجمهور الجزائري. كما راكو تشوفوا الحالة راهي مخلطة، تلفتوا هنا كامل، حنا قلتو كانا نستناو كي تفرها بيناتكم قولولنا. في حوار مع راديو موزايك التونسي، لو رابور ام سي ارتيزون قال بلي هو الرقم واحد في الجزائر، ولوط في دوبل كانون هو الكينغ. على بالنا كامل بلي كاين بزاف اللي ما عادش تعجبهم هاد الهضره. لو كان نعملوا تصنيف لاحسن ثلاثه رابوريت في الجزائر في انا مرتبه يكون موجود ام سي ارتيزون الاولى الثانيه والثالث. ممكن نكون سترني بلاص هكا، انا نحب هكا لوليني هكا. تكون لوليني في المرتبه الاولى، هذه مقتنع بها. يحب عبد واحد اخر يكون هو الاولاني امور، وانا مع روحي انا الاول. دوكا في اجواء الحفلات تحتفل اليوم الممثله ليليا بويحياوي اللي عرفناها بحمامه في عيد ميلادها 29. جويز انيفيرسار ليليا، طول العمر ان شاء الله. تعرض البارح الإعلام اللي نحبوه كامل حفيظ دراجي أون بلان ماتش لبعكة صحية وما قدرش حتى يكمل التعليق. نتمنى كل الشفاء لمعلقينا المفضل ونقولوا له بلا تعليقك وحماسك حتى ماتش ما يحلنا. رانا لو 2 أكتوبر وما زال القميص الإحماءات للمنتخب الوطني تاعنا يصنع بوليميك كبيرة بعد ما المغرب أتاكا قانونيا الجزائر وأديداس، لكن هذا الشيء ما غير والو لأنه القميص ما زالوا يتباع في السيت، وأديداس والجزائر قعدت عند رأيها اللي هو أنه الموتيف والديزاين من التراث الجزائري. توجور مع المنتخب الوطني، وين كاين فيديو دارت حاله في الريزو تاع الطال كي دار البارح ان تي بو واعر نيمار. ماشي ساهل نتا يا يوسف. واش رايكم دوكا نشدو لي فاليز ديالنا كيما كل يوم ونخرجوا من الجزائر؟ هاد المره باش نروحوا عند الفنانه المصريه شيرين اللي حطت اغنيتها الجديده تحت عنوان المترو على اليوتيوب. المترو وانا ماشيه من يومين، انا شفت حد مش هشوفه مرتين. نختموها اليوم بلا تكنولوجي، وين عرض الانسان اللي ما عندوش فرانات صاحب شركه تسلا ايلون ماسك ليله لو 30 سبتمبر ان روبو في صفه انسان اللي سماه اوبتيموس. راح بيكونفيرمي لنا بالسيف بلي لا تكنولوجي ما عندهاش حدود. انا نخليكم مع مقطع من الفيديو الغريب ونقول لكم ما تنساوش نتلاقاو غدوه. تشاو.